حكمة المحكمة غيابية للأول وحضورية للثاني والثالث. أولاً، بمعاقبة سامي بديع عبد الرحمن حسن بالسجن لمدة 10 سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحرر أو مزور المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية. ثانياً، ببراءة عمرو محمد مرسي محمد يوسف ومحمد عطية خالد حسن. محمد زكي عبد الغفار. محمد رد. طيب، حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإعادة إيداع المتهم محمد زكي عبد الغفار مستشفى الأمراض العقلية والنفسية والعصبية العباسية ونبذ لجنة خماسية من غير أعضاء السلطين لمباشرة المحضورية المبينة بجلسة 12/9/2023 وذلك لمدة 45 يوماً وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو لإيداع تقرير وموافقة التقرير عقب إيداعه مع استمرار حفل الإتهام لدرج الجلسة.